العشرة والسابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى العناوين. بعد لقائهما في موسكو، لافروف يقول إن العقوبات تفاقم معاناة السوريين، والمقداد يؤكد أن التدخل الخارجي يهدد عمل اللجنة الدستورية. بوتين يقول إن رغبة موسكو في تمديد معاهدة ستارت 3 لم تلقى أي استجابة أمريكية. الحكومة الأمريكية تؤكد أن الهجوم السبراني كبير ومتواصل، ورسائل سرية تكشف أن إدارة ترامب رغبت بإصابة أكبر عدد من الأمريكيين بكورونا. قائد حرس الثورة يؤكد أن إيران مصممة على مواجهة أعدائها حتى إجبارهم على الانسحاب من المنطقة. مسألة تقاسم المياه تهيمن على جدول أعمال محادثات أردوغان والكاظمي في أنقرة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدين بشدة الوجود العسكري الأجنبي في سوريا الذي لم توافق عليه الحكومة الشرعية في دمشق. لافروف وبعد محادثات في موسكو مع نظيره السوري فيصل المقداد أكد أن العقوبات تفاقم معاناة السوريين. ندين الوجود غير الشرعي للوحدات العسكرية الأجنبية في سوريا. العقوبات تعرقل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري، وحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في سوريا يوفر الظروف المناسبة لعودة اللاجئين. ومع تحسن الوضع السياسي والعسكري في سوريا، هناك واجب العمل الإغاثي لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكد أنه اتفق مع نظير الروسي على توسيع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. المقداد أشار إلى أن العلاقات الروسية السورية مبنية على ثنائية محاربة الإرهاب وتعميق علاقات الشعبين، مشددا على استراتيجية العلاقات مع موسكو والسعي إلى تعزيزها. الاتحاد الروسي يقوم الآن بدور كبير في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويمكن لكم أن تتصوروا الوضع الذي سيكون عليه وضع الأمن والسلم الدوليين لولا وجود الاتحاد الروسي في مجلس الأمن ومن خلال حركته الدائمة لضمان الأمن والسلم الدوليين في مختلف أنحاء العالم. رأينا كيف تتصرف دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من خلال قيامها بفرض عقوبات لا إنسانية على شعوب العالم، ومن خلال انسحابها من مؤسسات الأمم المتحدة. المقداد تحدث عن الدول الداعمة للإرهاب في سوريا بهدف تغيير النظام السياسي، مثنيا على الدور الروسي في محاربة الإرهاب الذي أدركت موسكو تهديده للعالم كله. كما أشار إلى أن عمل اللجنة الدستورية ينبغي أن يكون وطنيا من دون تدخل خارجي. أخطر ما يهدد عمل اللجنة الدستورية هو التدخل بعملها من قبل الدول الغربية، بل والوصول ببعضهم إلى محددات معينة وإلى صياغات معينة يريدون فرضها على المتباحثين. نحن نؤكد على أن عمل هذه اللجنة يجب أن يكون عملا وطنيا ينسجم مع المصالح الحقيقية للشعب السوري دون أي تدخل خارجي، وأن يكون عمل هذه اللجنة ملك للسوريين وبدون أي تدخلات تعيق عمل هذه اللجنة من الدول التي لا يحق لها أن تتدخل. انتقد نائب وزير الخارجية السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بشدة مندوب ألمانيا لتهجمه على بلاده. فبعد عشرة أعوام من اعتماد لغة خشبية في جلسات مجلس الأمن حول الوضعين السياسي والإنساني في بلاد سوريا وحول الملف الكيماوي أيضا كما استمعنا اليوم، ربما حان الوقت للاعتراف بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السياسات الغربية، ليس بحق سوريا فقط وإنما بحق كامل منطقتنا، وهي أخطاء مسؤولة مباشرة عن الكثير من سفك الدماء والكثير من الآلام والظلم والإرهاب. الجعفري أشار إلى احتلال كل من أمريكا وتركيا وإسرائيل أراضي سوريا، متهما تلك الأطراف بدعم الإرهاب وبارتكاب جرائم في حق السوريين.
ماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن لتمكين مجلسكم الموقر من الوفاء بالتزاماته والمهام التي أنطلاها به لإنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي لأراض من بلاد؟ وماذا فعلت تلك الدول للتعبير عن تمسك المجلس القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلام أراضيها، وهي العبارة التي استهلت بها كافة قراراتكم ذات الصلة بالوضع في بلاد؟ وكم هو عدد القرارات والبيانات الرئاسية والبيانات الصحفية والعناصر للصحافة التي تقدمت بها وفود الدول الغربية لمجلسكم تحقيقا لهذه الغاية؟ لا شيء، صفر، المحصلة صفر. فجوة كبيرة بين مدخول الأسر السورية والنفقات بعد 10 سنوات من الحرب وعقوبات أمريكية، واقع يضغط بقوة على حياة السوريين. هذا التقرير لمحمد الخضر. لو يجيبوا أكبر محاسبين العالم ويحسبوها كيف عايش المواطن السوري، ما حتنحسب معه، عايش بالبركة بالشحادة وبالقلة وبالفقر. شكوى تلخص حال الشريحة الأوسع من السوريين يشكون فجوة تتسع بين المدخول وتكاليف المعيشة الشهرية، بين معدل أجور لا يزيد على 70,000 ليرة وإنفاق يصل إلى 600,000 ليرة شهريا لأسرة مكونة من 5 أشخاص تقطن دمشق بحسب دراسات اقتصادية. ما أملك، عندي راتب متقاعد، لكن ما بيساوي شيء. شو 50,000 ورا ما بيساوي أي شيء، يعني شو تقاعدي؟ كل العالم صارت عم تتدين، هلا أنا واحد من الناس عم بتدين 100 و200 و300 ألف ليرة حتى كفي لعيالي وولادي. ما عم لحق، يعني ولا إيجار البيت ولا مصاريف الأولاد ولا المدارس، خليه على الله أحسن شيء. ما العمل؟ لا خيارات متعددة، كثيرون تدبروا أوضاعهم مع الضغط المعيشي، قلصوا نفقاتهم بحدة، بعضهم لجأ إلى العمل الإضافي، وآخرون لجأوا إلى الاعتماد على تحويلات خارجية من الأبناء أو الأقارب، تحويلات تأخذ قيمة مضاعفة مع تراجع سعر صرف الليرة، لكنها تبقى حلولا جزئية في ظل تراجع مستمر في مستويات المعيشة. نطالب نحن كمستهلكين، نحن نطالب كمواطنين، نطالب بسد هذه الفجوة وزيادة دخل المواطن، أو على الأقل تثبيت الأسعار الموجودة في الأسواق، ونطالب بخفضها حتى ولا بتثبيتها، لكي يتم التوازي بين الدخل وبين المصاريف والنفقات. المدخرات التي ادخرها المواطن انتهت. ضغط معيشي حاولت الحكومة الحد منه عبر رفع الحد الأدنى للرواتب والذي يعفى من ضريبة الدخل، وعبر تقديم المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر بأسعار تشجيعية من مؤسساتها. قد تكون السنة الأصعب التي مرت على السوريين طيلة سنوات الحرب، ما يفرض معالجات جريئة تتصل أساسا بتفعيل الإنتاج ولا سيما الزراعي، وبضرب حلقات فساد باتت حديث السوريين على اختلاف مواقعهم. محمد الخضر، دمشق، الميادين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رغبة موسكو في تمديد ستارت 3 لم تلقى أي استجابة من قبل الولايات المتحدة. أضاف بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أن هناك أيضا تهديدا بإنهاء معاهدة ستارت، ولن تكون هناك قيود على الإطلاق مرتبطة بنظام الأسلحة. وأعرب بوتين عن اعتقاده أنه مع وجود إدارة أمريكية جديدة سيتم حل العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات مع روسيا، وشدد على أن القراصنة الروس لم يتدخلوا في الانتخابات الأمريكية، معتبرا أن الاتهامات بهذا الخصوص استفزازية. لم يساعد المقرصنون الروس في انتخاب الرئيس الحالي، ولم يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه القوة العظيمة. هذه كلها خدع وذرائع لمفاقمة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، هي ذريعة لعدم الاعتراف بشرعية الرئيس الحالي للولايات المتحدة حتى الآن لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية. معي من العاصمة الروسية مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. سلام، تحدث الرئيس الروسي عن معاهدة ستارت 3 غير متفائل بذلك، أيضا نفى أن يكون لأي من القراصنة الروس أي تدخل في موضوع الانتخابات الأمريكية. هل هناك نقاط لافتة أخرى
في حديث الرئيس بوتين السنوي حول قضايا وملفات دولية. كمال، هذا المؤتمر المعتاد للرئيس الروسي في نهاية كل عام هو مراجعة شاملة لكل الملفات سواء كان الداخلية أو الخارجية. الرئيس الروسي يضع خلال هذا المؤتمر النقاط على الحروف في كل القضايا الملحة، وكل يعني سواء كان ما يتعلق بتطلعات المواطنين الروس أو ما يتعلق بالسياسة الخارجية الروسية ودور روسيا على الساحة الدولية. وكان هناك قسط للقضايا الدولية في حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي معرض إجابته عن بعض الأسئلة ذات الصلة. طبعا فيما يتعلق بالملفات الشاملة تتعلق بالتوازن الاستراتيجي في العالم، حقيقة الرئيس الروسي ما زال يتطلع إلى ردود فعل إيجابية من الإدارة الجديدة التي ستدخل البيت الأبيض بعد 20 من الشهر المقبل. لكن في الوقت نفسه الرئيس بوتين يضع في حساباته بأن السياسة الأمريكية قد تتغير بشكل طفيف في بعض الأمور، لكنها من حيث الجوهر قد لا تتغير بشكل جذري فيما يتعلق بالقضايا المهمة والقضايا المصيرية، وخاصة ما يتعلق بالتوازن الاستراتيجي في العالم. لذلك سمعنا أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض إجابته عن انسحاب الولايات المتحدة من معظم المعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة وبالرقابة على التسلح، وكذلك سياسة حلف شمال الأطلسي التي تفضي بتوسع الحلف نحو الأراضي الروسية. قال إن روسيا ترد على كل هذه التهديدات من خلال تطوير قدراتها العسكرية، وأن روسيا الآن يعني رغم كل هذه الخطوات الغير الودية من قبل الطرف الآخر فأنها استطاعت أن تبني قوات عسكرية حديثة. وقال أن الجيش الروسي هو ربما من أحدث الجيوش في العالم، وأنه مجهز بأحدث أنواع الأسلحة التي تسمح له في التصدي أو مواجهة الانسحاب الأمريكي من هذه المعاهدات التي كانت حتى فترة وجيزة ميزانا للتوازن في العلاقات بين البلدين، وأيضا كانت تكبح جماح تلك الدول التي تسعى إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، وبذلك الولايات المتحدة بسياستها هذه تفتح المجال لسباق تسلح. وقال الرئيس الروسي قال عمليا نحن نعيش مرحلة سباق تسلح. هذا بالنسبة للقضايا الأمن الاستراتيجي والتوازن الاستراتيجي في العالم. طبعا الرئيس الروسي تطرق لمسائل أخرى، على سبيل المثال أشار إلى أن يعني الكثير من الأمور في العالم لا يمكن أن تحل إلا بمشاركة روسيا، وهذا نستطيع أن نراه في مواقف كثيرة وفي مواقع كثيرة. أيضا هناك مسألة مهمة، أن كل ما تتهم به روسيا لا يستند إلى أدلة، وأن كل محاولات روسيا للحصول على أدلة من الدول التي تتهمها بذلك لم تلقى تفهما ويعني تقديم ما يقنع بذلك. لذلك روسيا تنتظر أن تكون هناك فعلا يعني حالة من الاندفاع من قبل الأطراف الأخرى لأن تكون أكثر ودية في التعامل معها وفي تقديم الحقائق إن وجدت أي عدد. طيب سلام، بالنسبة لقضايا المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط عموما، سوريا، الملف النووي الإيراني، حصار إيران، قضايا أيضا ليبيا، شرق المتوسط، كل هذه المسائل كيف قاربها الرئيس الروسي في خطابه السنوي؟ بعض الأمور تطرق لها بشكل مباشر، بعض الأمور كانت على شكل إيحاءات. يعني فيما يتعلق مثلا بإيران قال أنه من المعيب وأنه شيء غير مقبول أن يعني خاصة في ظروف كورونا على سبيل المثال، أنه وروسيا دعت إلى نوع من الهدنة خلال المكافحة الدولية لجائحة كورونا، أن تكون هناك هدنة دولية، أن تتعهد الدول بالكف عن استخدام سياسة العقوبات، وهذا كان موجها طبعا بالدرجة الأولى إلى إيران التي كان يفترض أن ترفع عنها ولو جزئيا بعض العقوبات التي لم تسمح للجمهورية الإسلامية باستيراد بعض المواد الطبية وبعض يعني الأمور التي يمكن أن تنفع وتجدي في مواجهتها لكورونا. بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط لليبيا، طبعا الرئيس الروسي تكلم عن علاقات لروسيا جيدة مع الدول العربية بشكل عام ويعني بشكل خاص والدول الإسلامية بشكل عام في معرض إجابته عن بعض الأسئلة، وقال أنه بفضل هذه العلاقات الجيدة
على سبيل المثال تم مؤخرا الإفراج عن مواطنين روسيين كانا محتجزين لدى بعض الجماعات المسلحة في ليبيا. أيضا أشار إلى قضية التعاون الاستثماري بين روسيا والدول العربية، وهنا تلميح طبعا بالدرجة الأولى لأن بعض الدول العربية ذات القدرات الاقتصادية والمادية الكبيرة التي لديها قدرات استثمارية. طبعا هذا كان الحديث تمهيدا ربما لأمور كان يفترض أن يتحدث فيها، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، يعني نظرا لقانون قيصر الذي يعرض الدول التي تريد أن تساهم في إعادة إعمار سوريا للعقوبات. الرئيس الروسي وفق معطياتنا يجري اتصالات مع قادة بعض الدول العربية الغنية لكي تستثمر في إعادة إعمار سوريا، وهذه النقطة أعتقد مهمة جدا، وربما أيضا بحثت أثناء اللقاءات المتعددة بين السياسيين الروس والسياسيين من دول عربية، وأيضا أثناء تواجد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في موسكو. إذن هي أمور مهمة جدا يجري الحديث عنها هنا في موسكو، وربما سنرى بعض النتائج لهذه الجهود الروسية، خاصة بالنسبة لروسيا الآن الشيء الأهم هو إعادة إعمار سوريا وإعادة اللاجئين إلى ديارهم. وأيضا مهم مسألة مهمة أيضا سمعت عنها في أروقة المؤتمر الصحفي السنوي من من بعض المصادر المقربة من الكرملين، أيضا روسيا تراهن على أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تفضي ربما، وحفاظا على المصالح الروسية في سوريا ربما يجب أن تفضي بإعادة انتخاب الرئيس بشار. سلام العبيدي. نعم مدير مكتب الميادين في موسكو، شكرا جزيلا لك. أعلن المجلس الأوروبي تمديد عقوبات الاقتصادية على روسيا 6 أشهر أخرى بسبب تدخلها في أوكرانيا وفق بيان المجلس. وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعات الطاقة والمال والأسلحة الروسية، فيما أعلن بيان للمجلس أنه سيدرس تمديدا جديدا للعقوبات في يونيو حزيران المقبل. توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تعزز الزعامة الأمريكية على الفضاء يفتح الباب على مسألة تكنولوجيا حرب الفضاء، فهل بات الفضاء وجهة الحروب المقبلة؟ تفاصيل مع غراسيا بطار. أهلا بكم. على الأرض وكذلك في الفضاء نحن أمام البحث عن تعزيز الزعامة. هو هاجس أمريكي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوقيع على مذكرة توجيهية بشأن استخدام الطاقة النووية في الفضاء. الهدف الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة وزعامتها الاستراتيجية في الفضاء وتعزيزها. في مقدم الأهداف يأتي تطوير القدرات على إنتاج وقود اليورانيوم القابل للاستعمال في القمر وعلى سطح كواكب أخرى. هنا على سطح القمر سوف يجري استعراض قدرات منظومة طاقة نووية بحلول منتصف العقد الحالي، تمهيدا لاستخدامها في المهمات إلى المريخ لاحقا. خطوة ترامب تأتي ضمن تنشيط الحرب خارج الغلاف الجوي للأرض عن طريق الأقمار الاصطناعية الشبكية ونماذج أولية لأسلحة جديدة مبتكرة بهدف استخدامها في الفضاء. فالجيش الأمريكي بأكمله من الطائرات الحربية وصولا إلى المشاة يعتمد على التكنولوجيا المتمركزة في الفضاء للملاحة والاتصالات والاستخبارات. وقد قالها قائد قوة الفضاء الجنرال جي ريموند صراحة إن الفضاء مجال لشن الحروب مثل الجو والبر والبحر تماما، مضيفا جميع قدراتنا العسكرية تعتمد على القدرات الفضائية تقريبا، ويقوم أعداؤنا بتسليح الفضاء. تكنولوجيا حرب الفضاء تتضمن نطاقا واسعا من أجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة بما فيها الصواريخ المحمولة على الأقمار الاصطناعية أو الليزر، وأجهزة استشعار للتحذير من الصواريخ بالأشعة تحت الحمراء، وأسلحة هجومية فضائية، وحتى إمكانية وجود نوع من الطائرات من دون طيار في الفضاء. لماذا كل هذا الاستنفار الأمريكي الفضائي؟ إنه التهديد الاستراتيجي الأكبر الذي تمثله الصين وروسيا. تقارير عديدة كانت قد حذرت من مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في الفضاء، في تكملة ربما لحروب هذه القوى العظمى على الأرض.
أعلن مجمع الاستخبارات الأمريكي أن عملية تسلل إلكتروني كبيرة ومستمرة أصابت شبكتها، ولفتت إلى مواصلة العمل للإتمام بكامل تفاصيل الحملة. المجمع كشف عن تأليف مجموعة خاصة تحت اسم المجموعة الموحدة لتنسيق السايبر ردا على الهجوم الذي ألحق الضرر بشبكات أجهزة الحكومة الفيدرالية. وفي بيان مشترك ناشد مجمع الاستخبارات الأمريكية من لديهم معلومات تتعلق بالهجوم السبراني المسارعة إلى الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي. تناقلت وسائل إعلام أمريكية ما يؤكد أن إدارة ترامب سعت إلى نشر مناعة القطيع عبر عدم التعامل مع الحالات المصابة وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأمريكيين. خبراء صحيون يقولون إن ما فعلته إدارة ترامب تسبب بعشرات آلاف الوفيات غير المبررة. المزيد في تقرير ملك خالد. نريدهم مصابين، هذه واحدة من الجمل التي تضمنتها رسائل إلكترونية مصنفة سرية وصلت إلى الكونغرس ونشرت بعضها صحيفة بوليتيكو بداية، ثم تنقلتها وسائل أعلام أمريكية. صادمة، هكذا وصفت الصحيفة التي تصدر في واشنطن مضمون رسائل بول ألكسندر المسؤول الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ألكسندر كتب خلال الصيف الماضي رسائل إلكترونية لم يكشف لمن وجهت تحديدا، لكنه كرر في كل منها طلب الإدارة نشر استراتيجية مناعة القطيع حيال فيروس كورونا المعروف علميا بكوفيد 19. جمل ألكسندر تنوعت بين ضرورة استخدام الرضع والأطفال والمراهقين والشباب ومتوسطي العمر من دون أمراض مزمنة لتثبيت مناعة القطيع، إلى رغبة الإدارة برؤية العديد من المصابين الشباب. مثلا في رسالة بتاريخ 4 تموز يوليو الماضي يقول ألكسندر بالحرف: يجب استخدام الناس لتنفيذ استراتيجية القطيع. ما كشف عنه هو فضيحة جديدة بكل المعايير لترامب الذي يغادر البيت الأبيض قريبا بعد دأبه المتواصل منذ اكتشاف الفيروس نهاية العام الماضي على الترويج أن الصين مصدره ووصفه مرارا بالفيروس الصيني. هذا الكشف يثير تساؤلات محقة حول شفافية الإدارة الأمريكية في التعامل مع الفيروس الذي قتل أكثر من 300,000 أمريكي حتى الآن وأصاب نحو 17 مليونا. ففيما كان بريد ألكسندر الإلكتروني فاعلا في التوجيه لنشر مناعة القطيع، كان وزير الصحة الأمريكي أليكس عازر يجزم أن إدارة ترامب لا تتبع هذه الاستراتيجية. معي مباشرة من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، اسمح لي أن أبدأ بعملية التسلل الإلكتروني أو السايبري، الهجمات السايبرية في الولايات المتحدة، والإعلان مجمع الاستخبارات الأمريكية عن تشكيل وحدة متخصصة في الرد على هذا الهجوم. كيف تتفاعل هذه المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأثيراتها سواء كان على الإدارة الحالية الخاسرة في الانتخابات أو حتى التعامل معها من قبل الإدارة المقبلة؟ هذه المجموعة يعود تاريخها إلى زمن أوباما. أوباما كان يقدر مدى خطورة عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية، وتم تشكيل هذه اللجنة، يتم تفعيلها الآن. الآن تعكف وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيق الفيدرالي على تقدير طبيعة الضرر الذي لحق ولا يزال في الأجهزة الحكومية الأمريكية التي تم التسلل إليها، وتم تقديم إيجاز للجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي، ورشح عن بعض الأعضاء أنهم يشعرون بخطر كبير، بأن عملية التسلل والقرصنة يعني خطيرة جدا وكانت كبيرة إلى حد كبير، إلى حد يعني خطير جدا. يعني أحد مسؤولين المتابعة في من الخبراء الذين خدموا في إدارات سابقة يقول، يعني ما تكشف حتى الآن، أنه عملية التسلل بدأت في الربيع وكانت هناك واستمرت في العمل عبر اختراق برنامج التحديث للشركة التي تقدم الخدمات
تقدم لحوالي 300 ألف يعني مستفيد، وهذه الشركة كان يفترض أنها تقدم البرنامج الذي يقضي على إمكانية الاختراق، وبالتالي من هنا تم اختراقه. ولذلك يقول هذا الخبير لا يمكنك معرفة أنهم دخلوا، لا يمكنك معرفة أنهم تركوا الباب الخلفي مفتوحا، لا يمكنك حتى معرفة متى دخلوا وألقوا نظرة حولهم ومتى غادروا، بمعنى أنه حتى الآن لا يدركون أن 18 ألف مثلا من المراسلات للعديد من الوكالات بما فيها الخارجية حول أمور تتعلق حتى بمنطقة الشرق الأوسط وبالطاقة وبغيرها، أنه قد تم يعني استلامها ومعرفة خططهم المستقبلية وغيرها. طبعا، وبالتالي هذا هنا يكمن الخطورة، ويكمن تكمن الخطورة بعدم معرفة إذا كان هناك إمكانية لا تزال لديهم للدخول، لأنهم لم يتركوا أثر. يعني صحيح يتم بالتوجيه الاتهام لروسيا، ولكن سبق أن اتهمت إيران، اتهمت الصين، اتهمت كوريا الشمالية وغيرها بأنها تقوم بأعمال قرصنة. وبالتالي بالطبع يعني هناك شعور بمخاطر كبرى، بأنه الأمور التي يفترض أنه أنفق عليها مليارات الدولارات من أجل إغلاق باب القرصنة وباب تم تجاوزها وتم القدرة على تجاوزها، وبالتالي لا يوجد أي نظام بمأمن حتى الآن. وهذه هنا خطورة الموقف، بأن كل شيء معرض للاختراق. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة وتحت إدارة ترامب نفسه في عام 2018 كونت بموجب أمر تنفيذي، طلبت من وكالة الاستخبارات المركزية أن تقوم يعني عدا عن عمليات الاختراق التي تقوم بها الولايات المتحدة والقرصنة، كان هناك استهداف لشخصيات أو حسابات محددة أو لجماعات، بأن يكون هناك سعي لمعرفة معلومات عنها وبنفس الوقت إمكانية إلحاق الضرر فيها وتدمير قدرتها على العمل. إذن الولايات المتحدة يعني تستقبل ما هي تقدم عليه عادة، ولكن الأمر الخطير أنه بحجم كارثي بالنسبة لهم. ويعني هناك بعض أعضاء الكونغرس قالوا أنه نحن نشعر بالرعب من ما يجري، بمعنى أنه لا يمكن أن نضمن حتى في دلالات للتوقيت. دكتور منذر، في دلالات للتوقيت، نحن على أعتاب تسلم واستلام في الإدارة الأمريكية، وهذا التسلم والاستلام غير عادي غير تقليدي، في حالة ممانعة من الرئيس دونالد ترامب، في نوع من اتهامات بالتزوير وغير التزوير للانتخابات ومحاكم وقضايا. هل يمكن الربط بين هذا التوقيت الذي تعيشه الولايات المتحدة اليوم وبين هذه الهجمات الكبيرة السبرانية؟ عادة الذي يقوم بهذه الهجمات ويستغل كل فرصة، وبالتالي ليس بالضرورة أنه يتطابق مع هذا، ولكنه كما ذكرت أنه بسبب هذه الفترة الانتقالية يشكل خطرا أكبر، بمعنى معرفة طبيعة ما تفعله الحكومة الراحلة، وأيضا إمكانية معرفة ما ستقوم به الحكومة القادمة. وبالتالي من هنا خطورة الموقف أيضا هو الشعور بعدم الثقة بسلامة كل الأجهزة والمعلومات، لأنه تدخل فيها الشؤون العسكرية والأمنية حتى، ومسألة الاستخبارات يعني وكالة الأمن القومي وأيضا الخارجية البنتاغون، بعض أفرع البنتاغون، كل هذه الأمور تشكل حالة خطيرة. الملفت أنها كمنت منذ الربيع، بمعنى أنها منذ الربيع يقال الآن أن هذه المحاولة جرت منذ الربيع وبالتالي مستمرة. نعم، قلت هذا منذر. في نقطة أخيرة منذر، باختصار وقت المقابلة انتهى، لكن موضوع كوفيد 19 وما قالته مجلة بوليتيكو تحت عنوان نريدهم مصابين، أي تأثيرات لمثل هذا الكشف عن أن إدارة دونالد ترامب انتهجت مناعة القطيع واسلوب مناعة القطيع، وهذا أدى إلى إصابة العشرات أو الآلاف من الأمريكيين بالأمراض، هذا سيذهب، هذه الأمور ستذهب إلى القضاء أم ستكون وسائل ضغط سياسية؟ تأثيراتها المستقبلية منذر باختصار.
صعوبة الاستمرار في عمل قضائي هو أنه الانتخابات جرت، وأحد الاختبارات حول هذه الانتخابات كان كيفية تعامل إدارة ترامب مع كورونا، وبالتالي هذه المعلومات ليست جديدة، وإن كان مثبتة الآن بوثائق الرسائل السرية التي كشف عنها، لأنه كان هناك انطباع بأن إدارة ترامب هي تتصرف على هذا الأساس بهدف إمكانية النجاح بالانتخابات عبر موضوع إنعاش الاقتصاد، يعني موضوع الإغلاق، الرد على موضوع الإغلاق، وأنه إمكانية مناعة القطيع قد تؤدي إلى تقصير فترة الإصابات بانتظار وجود اللقاح. إذن التداعيات القانونية ستبقى قائمة على هذه الإدارة بتصرفات كثيرة، ولكن هل أنه سيتم التركيز عليها أم أنه طالما خسر الانتخابات ينتظرون رحيله وبعد ذلك سيتم تبدأ المحاسبة إدارة جديدة ربما. منذر سليمان مدير مكتب الميادين من واشنطن، أشكرك جزيل الشكر. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه واثق من أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. روحاني أضاف أن المقاومة التي أبداها الشعب الإيراني لثلاث سنوات ستقنع الحكومة الأمريكية المقبلة بالعودة إلى التزاماتها وستنتهي العقوبات. أكد قائد حرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي أن بلاده ماضية في المواجهة مع أعدائها حتى إجبارهم على الانسحاب من المنطقة، وشدد على أن اغتيال القيادات أو العلماء الإيرانيين سيزيد من الإصرار على التحدي والمواجهة. يقولون يجب ألا يكون لديكم صواريخ لنتمكن من ضربكم ليلا ونهارا ومن دون الخوف من هذه الصواريخ، ويقولون أيضا يجب أن لا تصلوا إلى العلم وسنقتل علماءكم. لذلك نقول لهم نحن سنقف حتى النهاية وسنخرجكم جميعا، وأمانكم بالسيطرة ستأخذونها معكم إلى القبور. كان الأعداء يتصورون بأنه باستشهاد سليماني ستغلق جميع طرق العالم الإسلامي في وجهنا، لكننا نؤكد لهم أن كل الطرق المؤدية إلى طرد العدو والقضاء عليه في المنطقة تحت تصرفنا. ألقت كريمة الشهيد قاسم سليماني فاطمة رسالة كتبها الشهيد لها قبل أشهر من استشهاده أمام المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، وفي الرسالة تطرق الشهيد سليماني إلى فكرة استشهاده معبرا عن مدى حبه لهذه اللحظة. أكتب إليك هذه الصفحات لأنني أعلم بأنني مقدس بالنسبة لك وتحبينني. لا أعلم لماذا أكتب إليك هذه الكلمات، ولكن أحس بأنني بحاجة لشخص أفتح له قلبي في هذه الغربة والوحدة والهموم. آه يا موتي الدموية، يا عزيزي يا جميلي، أين أنت؟ فأنا مشتاق للقائك. عندما يتم تفجيري تتم إزالة وجودي بصورة كاملة، يتحول وجودي إلى دخان ويحترق. كم أحب هذه اللحظة، ما أجمل هذا المشهد. فبذل الروح في سبيل الحب جميل جدا. إلهي، لقد سعيت 30 عاما من أجل هذه اللحظة، وتعاركت مع كل المنافسين على طريق الحب، حصلت على الجراح وأرسلت الوساطات. ما أجمل هذا المشهد، كم أحب هذه اللحظة. يا عزيزي يا جميلي يا موتي الدموية، أين أنت؟ فاصل نتابع بعده السابعة. مجددا حياكم الله. أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن مسألة المياه لن تكون نقطة خلاف مع العراق بل نقطة تعاون بين البلدين. إردوغان خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد على دعم تركيا لوحدة العراق وضرورة التعاون لرفع التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة. من جهته أكد الكاظمي ضرورة الوصول إلى تفاهم يقضي بتقسيم عادل للمياه مع تركيا، وشدد على رفض بغداد لاستخدام أرضها لأي عمل إرهابي ضد أنقرة.
شدد وزير الخارجية التركي مولد جاوش أوغلو على أن أنقرة لن تتراجع عن شراء منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية. جاوش أوغلو لوح بأن بلاده ستتخذ خطوات للرد بعد تقييم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب شراء المنظومة الصاروخية الروسية، مشددا على أن هذه العقوبات لن تؤثر على تركيا، وأضاف أن أنقرة يمكن أن تطبع العلاقات مع فرنسا، لكن على باريس أن تغير موقفها بشأن العمليات العسكرية التركية في سوريا. من اسطنبول معنا مراسل الميادين محمود واثق. الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي الكاظمي، يبدو الانطباع الأول حسب التصريحات يتعلق بموضوع المياه، موضوع يعني تقاسم المياه بين بغداد وأنقرة. هل حصل الكاظمي على ما يريد في تركيا؟ نعم كمال، يعني يمكن القول أن مشكلة أو أزمة المياه بين البلدين هو جزء أساسي من هذه الزيارة أو المباحثات التي جرت حتى الآن بين الجانبين العراقي والتركي. في المؤتمر الصحفي المشترك تحدث رئيس الوزراء العراقي بأنه يتطلع إلى أن يتفهم الجانب التركي فيما يتعلق بمشكلة المياه، وتحدث عن صياغة جديدة أو لجنة مشتركة ستتخذ خطوات لازمة فيما يتعلق بأزمة المياه بين الطرفين. الجانب التركي رئيس أردوغان كان واضح أيضا، أشار إلى هذه الجزئية، جزئية المياه بين البلدين، بأن هذه الأزمة المياه لن تكون نقطة خلاف بين الطرفين، بل ستكون هي ستشكل نقطة تعاون بين البلدين. هناك العديد من الملفات التي تم بحثها خلال هذا اللقاء، بعض هذه القضايا تم التطرق إليها في المؤتمر الصحفي المشترك. هناك قضايا سياسية، تعاون بين البلدين في مجالات عدة في السياسة، أيضا الملف الأمني كان طاغيا أيضا في هذه المباحثات. الرئيس الوزراء العراقي بعث برسائل طمأنة إلى الجانب التركي بأنه لن يتم استخدام الأراضي العراقية لتهديد تركيا، ولن يتم السماح أيضا باستهداف الأراضي التركية من داخل العراق. وهناك تحدث عن خطوات ملموسة تم اتخاذها في المرحلة السابقة. أيضا الرئيس أردوغان أيضا تحدث عن هذه الجزئية، الملف الأمني، وقال بأن تركيا ستدعم العراق وستقف إلى جانب العراق في حربها ضد الإرهاب وضد العدو المشترك الذي وصفه التنظيمات الإرهابية داعش، حزب العمال الكردستاني وبقية التنظيمات التي تنشط في المنطقة، وبالتالي ستكون هناك تعاون وتنسيق بين الطرفين للقضاء على هذه التهديدات الأمنية. محمود واثق مراسل الميادين من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. في معطيات وصفت بالمرعبة بشأن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أظهر نقاش في لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست أن ثلث الشبان اليهود لا يتجندون في الجيش الإسرائيلي لأسباب نفسية ودينية، فضلا عن الحديث عن منح إعفاءات من الخدمة مقابل المال. تقرير منال إسماعيل. واحد بين كل ثمانية شبان لا يتجندون في الجيش الإسرائيلي لأسباب نفسية. معطيات أظهرها نقاش في لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست التي عنيت ببحث موضوع ارتفاع منح إعفاءات من التجند في الجيش لأسباب نفسية. هذا العام بحسب المعطيات سجل رقم ذروة آخر في نسبة الشبان الحاصلين على إعفاء من الخدمة لأسباب نفسية، تجاوزت 11%. هذه النسبة في ارتفاع متواصل بلغ نحو 50% خلال العامين الماضيين. وفيما توقع خبراء ارتفاعا تدريجيا في هذه الإعفاءات خلال العامين المقبلين، حيث سيحصل هؤلاء الشبان على إعفاء من الخدمة لأسباب نفسية حتى قبل أن تطأ أقدامهم عتبة الجيش الإسرائيلي، دق رئيس لجنة مراقبة الدولة عوفر شالح ناقوس الخطر لكون هذه الأرقام مرعبة وفقا له. ما
المعطيات التي طرحت في لجنة مراقبة الدولة وحجم الإعفاءات من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أقل ما يقال فيها إنها مرعبة. جيش الشعب ينهار أمام أعيننا. حجم الإعفاء من الخدمة لأسباب نفسية يقترب من نسبة المعفيين من الخدمة العسكرية بين الحرديم، فضلا عن أن ثلث الشبان المرشحين للخدمة العسكرية لا يأتي للخدمة في الجيش بكل بساطة. اللافت في النقاش كان الحديث عن منح إعفاءات من الخدمة مقابل المال وعن تقديم مشروعية لعدم التجند في الجيش الإسرائيلي. هناك من يعمل على منح إعفاءات من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية، ادفع 1500 شيكل وتسرح من الجيش. هناك مشروعية اجتماعية في حالة ارتفاع لعدم الخدمة ولا سيما في مهمات قتالية. روح الشعب للخدمة في الجيش الإسرائيلي قد سحقت. وفيما عزا مراقبون الارتفاع في الحصول على إعفاءات من الخدمة لأسباب نفسية إلى الارتفاع في تشخيص مرض الجزع وسط الشباب وانخفاض الحافزية للخدمة في الجيش الإسرائيلي، أشار آخرون إلى ضرورة سن قانون يتعلق بالخدمة العسكرية عموما والخدمة القتالية خصوصا وملائمة الجيش الإسرائيلي وفقا للواقع الجديد. مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي داخل إسرائيل، حذرت الفصائل من أي توتر ميداني قد يتعمد الاحتلال افتعاله في غزة، لا سيما مع استمراره في الحصار والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات وصفقة التبادل بحجج واهية، منها غياب الحكومة القادرة على اتخاذ القرارات الجريئة. تقرير أحمد شلدان. ثلاثة انتخابات خلال عامين فقط، ويبدو أن الرابعة على الأبواب في دولة الاحتلال. فعدم الاستقرار السياسي والخلاف بين نتنياهو وغانيتس لم تقتصر آثاره على النظام السياسي الإسرائيلي فقط، بل امتدت لتطال الحياة في قطاع غزة. الاستقرار السياسي في دولة الاحتلال يؤدي إلى إصدار قرارات جريئة وقوية في حال حالة التجاذب الحزبي وموضوع الانتخابات المبكرة، قد يصعب من سيناريو اتخاذ قرار صفقة تبادل في هذا التوقيت. استمرار الحصار والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات الهادفة إلى تخفيفه والجمود في صفقة تبادل الأسرى هي أولى ضحايا عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، رغم أن الفصائل ترفض الزج بغزة في بازار الانتخابات الإسرائيلية. نحن لا نربط بين إجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة وتغير الحكومات الصهيونية. يجب أن يرفع الحصار لأن هذا الحصار يمثل جريمة حرب. لن نسمح للاحتلال بأن يمس حياة المواطنين في قطاع غزة. إذا فكر الاحتلال في ذلك فإن عليه أن يدفع ثمن ذلك كبيرا. ويخشى الغزاويون من تطور عدم الاستقرار السياسي إلى توتر ميداني قد تشهده الساحة الفلسطينية. غزة التي أسقطت الحكومات الإسرائيلية السابقة بفعل مقاومتها ترقب اليوم بحذر تطورات المشهد السياسي داخل الاحتلال. مشهد يقول سكان القطاع إنه سواء استقر أم لا لن تكون غزة وقودا لحملاته الانتخابية أو صفقاته السياسية. أحمد شردان، غزة، الميادين. تحيي تونس ذكرى اندلاع ثورة الحرية والكرامة، 10 سنوات مرت والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لا ترد في ظل مشهد سياسي متوتر. تقرير سميحة البغانمي. عقد من الزمن مر على حادثة إشعال محمد البوعزيزي جسده ليلهب نار الاحتجاجات في كامل البلاد. ثورة أسقطت نظام الحكم وفتحت مسارا تأسيسيا جديدا لإرساء جمهورية ثانية تحقق الديمقراطية وتقطع مع الإقصاء. اليوم هناك مكاسب تحققت بعد الثورة، خاصة على مستوى الحقوق والحريات، خاصة أيضا على المستوى السياسي. هناك مشروع ديمقراطي بصدد البناء. 10 سنوات يجمع مراقبون على أنها حققت للتونسيين مكسب حرية التعبير، غير أنها اتسمت بعدم الاستقرار السياسي. 10 حكومات متتالية رفعت شعار محاربة الفساد لكنها فشلت في كسب المعركة، مثلما فشلت في تحقيق مطالب الشعب.
ما أحدث فجوة عميقة بين ما يريده التونسيون وبين نخبة سياسية. يقول المراقبون إنها دخلت في خوض صراعات من أجل مصالح ضيقة وفي خدمة أجندات خارجية. شعارات تبلورت من حناجر الشباب، اليوم بعد 10 سنين نشوفوا الحالة الاقتصادية، الحالة السياسية، الحالة الاجتماعية، الاحتجاجات في كل مكان. أما لكن الناس مازلت مؤمنة بشعار الثورة. السياسيين اللي داولوا على السلطة ما كانوش قراب من مطالب الشعب، حقوا الحاجات اللي كانوا يحلموا بها، زادوا في الفساد متاعهم، بعدوا على الشعب أكثر. معلقة بقيت مطالب التونسيين مع انحسار فرص الاستجابة لها في ظل تأزم الوضع الاقتصادي واحتدام الصراع السياسي، لتعود التحركات الاحتجاجية من جديد في مشهد يعيد إلى الأذهان حراك الشارع التونسي قبل إسقاط نظام بن علي. يكاد يجمع التونسيون على أن الأزمة التي تمر بها البلاد بعد 10 سنوات من الثورة هي غير مسبوقة وتتهدد استقرارها، وتحقيق التوافق لإنقاذها يبدو مهمة صعبة. سميحة البغنمي، تونس، الميادين. النشرة انتهت في ختامها، تذكير بالعناوين. بعد لقائهما في موسكو، لافروف يقول أن العقوبات تفاقم معاناة السوريين، والمقداد يؤكد أن التدخل الخارجي يهدد عمل اللجنة الدستورية. بوتين يقول أن رغبة موسكو في تمديد معاهدة ستارت 3 لم تلقى أي استجابة أمريكية. الحكومة الأمريكية تؤكد أن الهجوم السبراني كبير ومتواصل، ورسائل سرية تكشف أن إدارة ترامب رغبت بإصابة أكبر عدد من الأمريكيين بكورونا. قائد حرس الثورة يؤكد أن إيران مصممة على مواجهة أعدائها حتى إجبارهم على الانسحاب من المنطقة. مسألة تقاسم المياه تهيمن على جدول أعمال محادثات أردوغان والكاظم في أنقرة. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.